الطاش يا لمعنا خطب كتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبك واسأل عنا له منا قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبة سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه رضي الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبه يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن ما يختبر عبده بالمصيبة خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه يا الطارش يا لمعنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حد كل حيلته يتمنى وحد حلمه بيدهيبه واللي يقول يا رب أمنى ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه طارشي ان يتقول ان على العهد والوعد نوفي فيك الطارش المعنى خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه رضي الطارش يا لمعنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه